من الرجاله نسمي الاول بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم بس النهارده عن الديناميك تراك الصدر. ده فيها حاجتين، الحاجه الاولانيه هو بحسب الكاونتنج بتاع الفوليوم اللي ماشي على قطاع معين، والحاجه الثانيه بحسب انها مين تراك التايم زمن الرحله ومين تاني والتاخرات اللي بتكون معايا في الرحله. في مشكله في الكلام ده؟ بقول لك عشان نحسب بقى طريقه حساب او بنعمل حصر مروري، ده كده اللي هو الحصر المروري، طريقه الحصر المروري. عشان اعمل حصر مروري للطريق بعمله بطريقتين، يا اما اوتوماتيك يا اما مانوال. وانا لو انا مانوال، المانوال ادق. ليه ادق؟ لان انا هقدر اقول ان انا عندي اكيورسي اعلى، اقول انا عندي كام عربيه بالظبط عدي. خلاص؟ اقول كام توك توك، كام توك سيب، كام عربيه ملاكي مثلا جاكار، كام تريلا، كام تريلا مقطوره، تمام؟ كام عربيه كارو عند درايفر، في مشكله في الكلام ده؟ او فيك يوزنج انيمال ايا كان. المانيوال قال لك ما بيقدرش يفرق ايه العربيه. ومثلا يقول لك العربيه الباسنجر كار بواحد. بتلاقي قاعده اسمها ايكوفيلنت فاكتور. مثلا عدد التريلا اضربها في 2 3 2 ونص. فتلاقي ان انت مش عارف الكومبوزيشن بتاع الطريق ايه بالظبط اللي عدى. تمام؟ هو كل اللي في كل اللي عدى عليه انا عديت على الواير خلاص، هو حاسب ان العربيه دي الكورنت فاكتور بتاعها وليكن بكام؟ بثلاثه. خلاص يبقى هتلاقي قال لك واحد بعد كده ثلاثه. التركيبه فين؟ قال لك هيديني عدد. لا، قال لك المانيوال مع انه اصعب بس هو ادق. هيقول لي بالظبط قد ايه؟ وارجع انا بعد كده احولهم كلهم لنفس الكومبوزيشن. المفروض ان كل تركيب الوجوه بتاعتي تكون بوحده البي سي يو اسمها الباسنجر كار، اللي هي العربيات الملاكي بتاعتي. لازم احول كل العربيات اللي عندي لمين؟ لملاكي. في مشكله في الكلام ده؟ طيب. بقول لك بقى في الترافل تايم اند ديلي. ايه الترافل تايم؟ قال لك دلوقتي لو زمن الرحله، انا دلوقتي لو انا مسافر من قطاع اكس اكس لقطاع واي واي، المسافه دي مسافه اسمها ايه؟ صح؟ الطريق ده وليكن ده قطاع الطريق عباره عن حارتين، حاره رايح وحاره راجع. في مشكله في الكلام ده؟ انا دلوقتي لما اجي امشي من اكس اكس لواي واي، مش انا اقطع المسافه دي في زمن اسمه تي؟ صح؟ طب ده اسمه زمن الرحله كله. في مشكله في الكلام ده؟ طيب. الزمن الفعلي للرحله كام؟ قال لك المفروض ان انا القطاع او المسافه دي اخدها لنفسي في ساعه، انا اخدتها في ساعه ونص. طب ايه اللي اخرني؟ دايما لما تيجي تتكلم مع حد تقول لك مين؟ تلاقي عامل اجابك متاخر. صح؟ الموضوع كله المسافه بدون مسافه الطريق. يعني ساعه، ايه اللي جابك مثلا ايه اللي خليك تجيب ساعه ونص ساعتين؟ يرجع لمين بقى الكلام ده؟ يرجع لموضوع الديليز. ايه الديليز المتاخرات؟ في متاخرات مشروطه بالطريق ومتاخرات خارجه عن الاراده. ايه اللي خارج عن الاراده؟ قال لك وانا ماشي في الطريق لا قدر الله حادثه. تمام؟ لا قدر الله الكاوتش ضرب. فدي خارجه عن الاراده. فانا بقف لما اغير الكاوتش او لما الزحمه تفك على الطريق بنمشي، يبقى كده وقت متاخر. صح؟ طب حاجه ثانيه اللي مرتبطه بقى بالطريق مين؟ نتيجه وجود مين يا شباب؟ اشارات ضوئيه. في اشاره. فانا اصلا عايز ان انا اطلع في الطريق واقف. بس كل ده يعتبر من مين؟ من زمان الرحله، مش انا خلاص طلعت من الاوبجكت عايز اروح الديستنيشن، فمجرد ما انا خلاص يعني اتجهت من الاوبجكت ديستنيشن خلاص انا زمن الرحله بتاعي بقى. تمام؟ ده يوصلنا حاجة اسمها مين؟ الرننج سبيد. ايه بقى الرننج سبيد؟ او الرننج تايم، حاجه اسمها الرننج تايم. خلاص؟ لو التي ار بيساوي تي ترافل ناقص الديليز. خلاص؟ في مشكلة في الكلام ده؟ في مشكلة؟ طيب، يعني من دول أقدر أطلع، يبقى أنا كده عندي تي ترافل ممكن أسميها التايم أوفر أول، أو أسميها مين؟ الجيرني تايم، زمن الرحلة. الجيرني طيب هطلع منه مين؟ هطلع منه الفي ترافل. الفي جيرني بتساوي مين؟ بتساوي ال على التي ترافل. تمام؟ نفس الكلام الرننج هطلع منه مين؟
تساوي ال على تي ران. مش كده يا باشمهندسين؟ طيب ده يوصلنا لمين بعد كده؟ قال لك ان انا عايز اعرف الفلو بقى. لو انا عندي قطار من اكس لواي عايز اعرف له قيمه الفلو قد ايه وحجم الموج قد ايه والسرعه قد ايه. هجيبهم ازاي؟ قال لك لما يكون عندي قطار بالشكل ده انا عندي المسافه ايه؟ صح؟ فانا عندي وانا ماشي في القطار مش انا ماشي في حاره ورق انا راجع. طب انا واخد طريقي مش الناحيه الثانيه فيها عربيات برضه معدياني صح؟ فهلاقي في حاجه اسمها ان هي الان. قال لك العربيات في الاوبزيت دايركشن تمام؟ طب ايه تاني؟ انا كنت ماشي في الطريق انت ماشي بسرعه واحده؟ انت بسرعتك عادي بس كل الناس ماشيين زيك؟ لا ممكن ناس تعديك او ناس انت تعديهم وده طبعا الديفولت في الطريق وانت ماشي بتشد شويه في الطريق فبتقطع مسافه بالنسبه اللي قدامك شويه كده تلاقي حد تاني جاي سبعه صح كده؟ فانت عندك في حاجات انت اوفر توك وحاجه اسمها اوفر تيكن. في مشكله في الكلام ده؟ في مشكله كده؟ طيب فبقول لك ان انت عندك ان الكيو بتاعتك الفلو ده بيساوي ايه؟ بيساوي الاكس زائد الاو ناقص البي على التي واحد زائد التي اثنين. التي واحد والتي اثنين. قال لك ما انت عندك لما تيجي تقطع المسافه من اكس اكس لواي واي في الاتجاه ده فانت اقرب مسافه اسمه تي واحد. قطع المسافه دي في زمن اسمه تي واحد. طب وراجع هو برضه عشان يقطع المسافه من هنا لهنا بيقطعها في زمن اسمه تي اثنين. مشكله في الكلام ده؟ طب قال لك ايه بقى ال ان؟ قال لك ال ان ده اسمه النمبر اوف اهو وير ان انا عندي ال ان بيساوي مين؟ النمبر اوف فيكلز ات مين؟ الاوبجيكت دايركشن. يبقى انا بقطع ال ان يبقى عدد العربيات اللي بتقابلني في الاتجاه الثاني خلاص في المقابل. بعد كده مين؟ الاو اللي هو النمبر اوف او الاوفر توب فيكل خلاص او النمبر اوف اوفر توب فيكل يعني عدد العربيات اللي مين؟ اللي مرت مني خلاص. يبقى هنقول هنا عدد المركبات الماره من مركبه الاختبار. ما كل ده شباب وصلنا لمين؟ هقول لك دلوقتي كل ده بعد ما عرفنا الرانجي تايم والترافل تايم او الجيرن سبيد هتدخلنا لحاجه اسمها مين؟ الاوبزيرفد كار تيست اللي هي عربيه الملاحظه طريقه عربيه الملاحظه الاوبزيرفد كار ميثود خلاص؟ في مشكله في الكلام ده؟ فالاوبزيرفد كار ميثود هو اللي انا شغال عليه دلوقتي. انا عندي ان الكيو بيساوي الان زائد الاو ناقص البي على الكيو على التكيو. طب قال لك ايه البي؟ الاوفر تيكن فيكلز بالظبط على العربيات مين؟ ال التي تم او المتخطاه عن طريق مين؟ عربيه الاختبار. وبعد كده عدد المركبات المتخطاه يعني دي عدت مني دي انا عديتها. في مشكله في الكلام ده؟ بعد كده التايم زمن عبور القطار انا بعد القطار بتاعي سواء ذهاب او عوده تمام. لما نيجي بقى من زمن العبور ده كله لما نيجي نكرر كذا مره نوصل لمين؟ للتي ترافل. ده عند التكرار اكتر من مره خلاص. لما نكرر كذا مره بنوصل لمين يا شباب؟ للتي ترافل. في مشكله في الكلام ده؟ طيب قال لك طيب تعالى نجزر الموضوع كمان شويه. قال لك لو انت شغال هنا من النورث ساوث قلنا دي عباره عن طريقه مين؟ عباره عن طريقه مين؟ عباره عن طريقه عربيه الملاحظه الاوبزيرفد كار تيست خلاص. ده عباره عن الموفينج كار اوبزيرفد تكنيك اسمه
موفينج كار، يبقى كل ده احنا بنتكلم عنه ده اسمه مين؟ اسمه موفينج كار اوبزرفد تكنيك، اللي هو من الاخر طريقه عربيه الملاحظه اللي هو الكار اوبزرفد تيست. في مشكله في الكلام ده؟ طيب تعالى بقى نلاحظ الموضوع ده. قال لك دلوقتي لو انا شغال بالنسبه لقطاع بالشكل ده في حاجتين، في ذهاب وفي عرض، صح؟ الذهاب بتاعي من النورث للساوث، صح كده؟ يبقى هاجي هنا كده هنقول اول حاجه نورث ساوث، يبقى انا رايح من هنا طالع من هنا فين يا شباب؟ طالع من ان رايح الاس، يبقى انا اتجاهي فين؟ الاس. يبقى اقول دي حاجه طالعه بقى القوانين بتاعتي دي، اقول اول حاجه كيو اس تساوي كيو اس بتساوي ان زائد الاو ناقص البي على تي زائد التي، مش ده القانون العام؟ حلو قوي. قال لك دلوقتي الاو الكيو اس اللي هي مين؟ الفلو في الاتجاه اللي انا رايحه اللي هو في الجنوب بيساوي ال ان في الاتجاه المقابل اللي هو رايح فين؟ نورث، صح كده؟ وان ان طب الاو اللي هي مين؟ عدد العربات اللي عدتني في اتجاه ولا اتجاه العكسي؟ في اتجاه، يبقى اس في بي اس على مين؟ على زمن العبور بقى في كلتا الاتجاهين، يبقى في ال ان والاس ان اس. تمام يا شباب؟ في مشكله كده في القانون؟ حلو. طب ده النورث ساوث جنبيها على طول هناخد مين؟ الساوث نورث عشان نشوف الاختلافات. خد بالك انت لو كتبت القانون وعوضت صح بس انت كاتب القانون فيه شك فيه رموز غلط هتنقص. تمام؟ تعالى نشوف هنا عندك هنا انا طالع من الجنوب ورايح الشمال، يبقى انا رايح فين؟ الشمال، يبقى انا رايح مين؟ يو ان بتساوي ان زائد او ناقص البي على التي زائد الدي. تعال نشوف الان دي لمين؟ قال لك عدد العربيات في الاتجاه اللي بيقابلك، انت طالع من هنا رايح هنا، يبقى انا عايز عدد العربيات فين؟ يبقى ده كده اسمه الان ها؟ اس ده كده الان ان، مشكله؟ انا طالع من الجنوب ورايح الشمال، طالع من جنوبي رايح الشمال، مشكله في الكلام ده؟ يبقى ده ان اس. طب عدد العربيات في اتجاهي انا يبقى ان ان او ان ناقص بي ان على ايا كان ان اس، شايف معايا؟ في مشكله في الكلام ده؟ في مشكله؟ طلعنا كده الكيو. عايز اطلع مين تاني؟ عايز اطلع التي، عايز اطلع التي هسميها التي اللي هي الترافل تايب، انت طلعت كده الترافل تايب، يبقى ده كده اول حاجه اللي هو مين؟ الفلو. بس قاعد يطلع الترافل طيب عشان نكتبها بس عشان ما نخبطش اهو. هنيجي هنا كده نقول ده كده اسمه الترافل طيب بالنسبه للاثنين، خلاص؟ بيساوي مين؟ هنسميه هنا اسمه الدي داش الساوث، بيساوي مين يا شباب؟ بيساوي الدي الموشن يساوي تي ناقص الاو ناقص البي على الكيو. طب ده في الجنوب ولا في الشمال؟ في الساوث، صح؟ يبقى يساوي او اس بي اس كيو اس الناحيه الثانيه. تعالى هنا تي داش اس بيساوي تي ناقص كيو او اس ناقص بي على كيو وكام؟ يبقى دي دي تي اس؟ لا دي تي ان، يبقى دي ان ان ان. في مشكله في الكلام ده؟ في مشكله؟ طالما طلعت ترافل تايم اطلع على طول مين؟ ها؟ الفي، صح؟ عشان اقول طالما عندي ترافل تايم بطلع منه في جيرني او في ترافل
وبعد كده بعد ما طلع بدل الجسم بطلع مين؟ في رانب، في مشكله في الكلام ده؟ حلو. يبقى بعد ما طلع بقى طلع منه في جوبي بيساوي ال على ال اتش اس، وده ال في جوبي بيساوي ال على ال اتش ان. طيب بعد كده عايز تطلع مين؟ الرانب تايب. عايز تطلع الرانب طيب، هو زمن الحركة الفعل ده زمن الرحلة كله، شامل مين؟ شامل الحركة والمتأخرات، لكن ده الزمن الفعل بس. هيساوي مين ده؟ قال لك ان انا هسميه مين؟ التي داش اس ار. يبقى التي يساوي رن، زمن الحركة الفعل في اتجاه الجنوب يساوي مين؟ يساوي التي داش اس ناقص مين؟ ديليز. والديليز دي بتكون مين يا شباب؟ بتكون جيم. تمام؟ نفس الكلام هنا تي داش ان ار بتساوي تي داش ان ناقص الديليز. في مشكلة في الكلام ده؟ في مشكلة؟ تعالى بقى ناخد الكلام ده كأمثلة نشوف ازاي نطبق عليه. In the morning peak في وقت الذروة الصباحية. عايز احسب الترافيك فوليوم، عايز احسب الترافيك فوليوم طبعا افري 15 مينت، بعد كده عايز احسب الديزاين اورلي فوليوم، بعد كده البي اتش اف، وعايز احسب العلاقة بين الاورلي فوليوم والتايم اف. بعد كده اقول لي ايه؟ اف ذا سبيد وول كونستنت اوف 50 كيلو متر جرام فوق اول 12، خلاص اللي هم ال 12 انتجرال بتاعهم بالنسبه لمين؟ ل 12 فقط. هو احسبه مين يا شباب؟ قال لك انا حاسب المورنينج بي 20 اور من كام لكام؟ قال لك من 7 ل 10 اي ام، يبقى الثلاث ساعات اللي في الاول. خلاص؟ طيب الثلاث ساعات هم قسمهم كل قد ايه؟ قسمهم كل ربع، كل ربع. يبقى انا عندي كام فتره؟ الساعه بقى 4 فترات، يبقى الثلاث ساعات يبقى انا عندي 12 انترفال، هو مقسم من 7 ل 10 ثلاث ساعات دول مين؟ 12 انترفال. خلاص؟ متقسمه لمين؟ ل 12 فتره. بعد كده عايزني احسب مين؟ اول عايزني احسب الفوليوم باي بي سي يو من باس الارقام فوق 15 متر. ده اول مطلوب. المطلوب الثاني احسب، عايزني احسب البي اتش بي. مطلوب رقم ثلاثه عايزني احسب البي اتش اف. بعد كده عايزني احسب الدرو ريليشن شيب بين الدي اتش بي والتايم. بعد كده بيقول لي اف ذا سبيد ووز كونستنت كانت 50 كيلو متر بالاور لكل ال 12 فتره بتوعي، عايزني احسب الدنستي فوق 15 متر، عايزني احسب بعد كده كده رقم 4 رقم 5، عايزني احسب الكي ات 15 متر. في مشكله في الكلام ده؟ طب ومديني التيبل بالشكل ده. من هنا كده في ماين من 7 ل 7 وربع، 7 وربع، 7 ونص، من 7 ونص من 8 وربع، من 8 وربع، من 8 ان شاء الله بس على ساعة. خلاص؟ ومديني هنا الكوبيلنت
فاكتور اللي هو المعامل المكافئ لكل تركيبه من الموجب. خلاص اللي هنا لو انا عندي كار تراكس شاحنات موتور موتوسيكلات موتور سايكل فيجل درون باي مانيمنت اللي هي مين؟ اسمها الهاند درايف او الفيجل درون باي مانيمنت اللي هي العربيه اللي بتجرها حيوانات اللي هي مين من الاخر؟ الكارو عربيات الكارو هي الفيجل باي انيمنت. بعد كده مديني تراك ويز حاجه اسمها مين؟ التريلر. يعني ايه؟ يعني عربيه مهدور عربيه نقل وراها مهدور. بعد كده مديني اللايت فيكل اللي هي العربيات الخفيفه. خلاص؟ بعد كده اللايت. بعد كده مديني مين تاني يا شباب؟ الثري ويل موتور سايكل اللي هو التوكسيك. خلاص 3 ويل موتور سايكل. تمام؟ يبقى مديني عربيات شاحنات موتوسيكلات كارو عربيه مقطوعه عربيات خفيفه سماها بقى زي ما انت عايز خلاص. طيب ايه الايكوبلنت فاكتور؟ واحد ثلاثة نص أربعة أربعة ونص واحد ونص واحد ونص. دي بتتحسب ازاي؟ قال لك لو انت بتيجي عشان بس اعرف الايكوبلنت فاكتور ده بتتحسب ازاي؟ قال لك لو انا عندي مثلا قطاع زي الشكل ده هنبدا من الستارت تاني. هنقول هنا بي سي بي سي يو عربية ملاك تمام؟ وهنا في باص وهنا في تراك خلاص؟ بيتحسب ازاي بقى الكومبلت فاكتور ده؟ قال لك عشان اطلع من ايه اروح لمين؟ العربية دي مين فيهم الأسرع؟ ملاك عربية ملاك صح؟ فقال لك كلهم هيطلعوا ات ذا سيم تايم يعني ده وده وده هيطلع في نفس الوقت يبقى الحركة هبدأ في نفس الوقت. مشكلة في الكلام ده؟ طب دي ما تيجي تمشي هتوصل وتكون دي لسه ما وصلتش ودي لسه هجيب عربية تانية وتطلع هتكون دي لسه وصلت هنا ودي وصلت هنا هجيب عربية تالتة تكون دي وصلت هنا. يبقى أنا عشان مثلا وليكن بس يوصل للنقطة دي يبقى أنا استخدمت قدامه كام عربية مثلا جاكار؟ ثلاث عربيات مثلا جاكار. في مشكلة في الكلام ده؟ يبقى ده عشان اعادل الزاد ده يبقى انا محتاج 20 ده واحط مكانها كام؟ ثلاث عربيات. في مشكله في الكلام ده؟ طب فرضا ده اكمل نص لغايه تاني عشان اجيب عربيه رقم نص لغايه تاني يبقى ده مثلا بياخد محتاج اربع عربيات. يبقى عرفنا منين بيجي الكومبلت فاكتور ده؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب بعد كده تعالى نحط بقى ايه النقطتين 263 240 310 290 80 62 48 53 20 24 15 25 5 10 6 0 5 10 6 0 53 26 64 50 68 100 88 70 0 0 9 0 0 0 9 9 0 9 تمام يا شباب؟ عايزني اطلع مين؟ اول مطلوب عندي عايز اطلع مين يا شباب؟ الفوليوم صح؟ عايز اطلع الفوليوم
فرق فيهم بالنسبه للساعه والفوليوم بالنسبه لاي وقت، بس معناها كده ان هو مين؟ عدد العربيات اللي موجوده. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى انا اقدر اقول مثلا من الساعه 7 للساعه 7 ونص الفي هيساوي مين؟ اجمع العربيات دي كلها هيساوي كام؟ 263 في 1 زائد 53 في 3 زائد 20 في نص زائد 0 في 4 زائد 53 في 4 ونص زائد 70 في كام؟ في 1 ونص زائد 0 في 1 ونص يطلع بيساوي كام الكلام ده؟ تيجي تجمع ده كله مع بعض يطلع 7 7 5 وانت 5 فيكل بير 15 جنيه. في مشكلة في الكلام ده؟ يبقى نحط القيمة دي يبقى 7 7 5 وانت 5. طب نفس الكلام من 7 وربع 7 ونص هجمع دي في قيمتها دي في قيمتها زائد دي في قيمتها زائد دي في قيمتها وهكذا يطلع لي هنا دي 6 8 2 وانت 5 تمام. اللي بعد هجمع دي يطلع لي تقريبا 9 8 9. اللي بعد كل واحده من دول يا شباب هعمل ايه؟ همشي كل واحده في القيمه بتاعتها تساوي 8 8 9 وانت 5 تساوي 8 8 9 وانت 5. في مشكله في الكلام ده؟ مشكله؟ طب وبقى انا طلعت مين؟ طلعت الفوليوم كل 15 من تمام؟ طب واللي بعد انا هطلع مين؟ دي اتش بي هطلع دي
دي اتش في كلام يساوي 3 3 3 6 5 على 9 8 9 يساوي كام؟ اتفقنا البي اتش اف هو البي باور فاكتور ده بيكون 25% واحد يطلع يساوي كام؟ يساوي 4.8 4 3 4 3 مش شايف الكلام ده؟ بعد كده طالب مني مين؟ قال لي ارسم علاقه بين الدي اتش بي والتايم. عايز نرسم علاقه بين الدي اتش بي وبين التايم. ده الصفر والصفر. انا عندي كام واحد؟ عندي 3 ساعات وعندي لكل واحده طالع مين؟ دي اتش بي صح؟ مش انا كل ساعه بطلع دي اتش بي يبقى ممكن اقول هنا 1000 2000 3 4 5 يبقى 5000 4000 3000 2000 1000 طبعا انا ما بقسمش المفروض بخلص الثلاث ساعات عشان اعرف اقصى قيمه لمين؟ للدي اتش بي قد ايه؟ والمفروض باللوجيك ان اكتر زحمه بتكون في الساعه الاولانيه ولا الساعه الاخيره؟ انت مثلا كلنا بنيجي الصبح نلاقي في تكدس جمهوري في الاول صح؟ نيجي نتاخر شويه في شويه في شويه لما بتيجي الميعاد خلاص بتلاقي الدنيا على الطريق بقت كتشيه كده شويه. هاجي هنا او مثلا من الساعه 6 او 5 حتى من 5 6 7 8 9 10 يجي لي معايا؟ طيب انا عندي من الساعه كام؟ من الساعه 7 للساعه 8 من الساعه دي كان الدي اتش بي بكام؟ 3336 ونص يعني 3336 ونص يبقى هنا يبقى من الساعة 7 للساعة 8 صح؟ بعد كده من الساعة 8 للساعة 9 الديفولت بيقول ايه؟ ان هيقل صح؟ على حسب الحل بتاعك المفروض ان هيقل ممكن الحل بتاعك يزيد مفيش مشكلة بس هو المفروض ان هو مين؟ بيقل اللوجيك بيقول ان انا كل ما بتأخر كل ما الانسيابيه بتاعتي على الطريق بتقل ده هيبقى مثلا هيبقى معاك بالشكل ده وده هيبقى بالشكل ده تمام كده يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ في مشكله؟ خلاص؟ خلاص هو انا لما جيت الدكتور قلت له ده الساعه تمام افتكرت ان خدت الفوليوم ربع ساعه جد نص قال لك حاجه كويسه جدا احنا قلنا ان الدي اتش بي ده بالنسبه للساعه المفروض دايما بالنسبه برضه للساعة. فأنا عملنا إيه؟ الناس ما بتكذبش. لو قلنا هنا المثال كده طلع في النسبة لربع ساعة بس. لما نطلع الدي اتش بي نطلعه للساعة المفروض إن أنا هضرب ده في الإنجن. الأربع تربع في الساعة. في مشكلة في الكلام ده؟ في مشكلة؟ طيب. بعد كده يبقى المسألة دي جاية في الامتحان. المسألة دي هتجيلك في الامتحان. ممكن ممكن ما تجيش ممكن ما تجيش 3 ساعات تيجي ساعه واحده او ساعتين بس ان شاء الله خلينا بس نكمل 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 الاسماء وبعد كده نشوف هنعمل ايه المطلوب الاخير كان ايه الجلسه؟ عايز احسب الكي ركز بقى كده عايز احسب مين يا شباب؟ احسب كي طلع الكي ازاي؟ ايه اللي يقول للكي؟ انا كنت عندك ان الكي كيو يساوي الكي في مين؟ في البي صح؟ خد بالك ممكن الكي طلع لها دي يساوي الدي في الاس يبقى الفوليوم بيساوي الدنستي في السبيد هي هي المشكله في الكلام ده؟ حلو يبقى انا دلوقتي عايز اطلع الكي يساوي مين؟ يساوي الكيو على البي انا لا معايا كيو ولا معايا الفي صح هنعمل ايه ركز تاني ركز تاني وقال لك اقرا كده في المساله لما كان بيقول عايز احسب الكي لما كان عندي الفي بيساوي 50 كيلو متر بير اور فور 12 انتجر مش كان بيديني في المساله ان انا عايز احسب
الكلام ده كله لما انا كان عندي كام من دي بتاعتي بتساوي كام يا شباب؟ 50 كيلو متر صح؟ كان هو اصلا مش بيتكلم في المساله. طيب يبقى انا من هنا محتاج اطلع مين؟ خاله ثالثه بس كده اسمها مين؟ اسمها الكي اد 15 متر. هنطلع من هنا كي واحد بتساوي كي واحد تساوي كيو على زي. في طبعا ثابت الاساسيه مفهوم التيبل صح؟ يبقى هو ثابت بالنسبه للفترات بتاعته. مين اللي هيحل معايا؟ كيو كيو معنى كيو واحد اللي هي اد من 7 ل 7 بتساوي كام؟ 775 7 5 ضد 5 على 50. طب كي 2 اللي هي اد من 7 ونص ب 7 وربع ب 7 ونص بتساوي 6 8 2 ضد 5 على 50. في مشكلة في الكلام ده؟ في مشكلة؟ تطلع بتساوي كام كي؟ 15.51 تساوي 15.51 كيلو متر ب الكي بتاعتها يا شباب؟ بيكل بالكيلو متر. بيكل بالكيلو متر. في مشكلة في الكلام ده؟ في مشكلة كده؟ صعب؟ حد مش فاهم حاجة؟ حد مش فاهم حاجة؟ طيب بص في حاجة كده، احنا قلنا ان انا عندي الكي يساوي الكيو على البي صح؟ البي دي بتاعتها ايه؟ 50 كيلو متر يساوي كيلو متر يساوي كيلو متر كرة. طب وكيو؟ بيساوي كام؟ 107 113
30 79 بعد كده بقول لي ايه نمبر فيكل اوفر توب العربيات اللي عدت لي او عدت العربيه بتاعت الاختبار اللي هي مين الاو
اللي بعديها 800 1760 بعد ما طلعت الكيو عايز اطلع مين يا شباب؟ هو عايز اطلع الفي صح؟ الفي دي قد الريفرنت سبيد هو تيابل سبيد هو حدد لي طالما ما حددش يبقى مين؟ الاوفر هول اللي هي مين؟ الجيرني سبيد اللي هي مين؟ الجيرني بالظبط او ترافل سبيد او اوفر هول سبيد صح؟ اللي هي بتساوي مين؟ تساوي ال على التي داش هي التي ترافل طب اطلع التي ترافل ازاي؟ تساوي مين؟ تساوي التي ناقص الاو ناقص البي على الكيو اهو تي بتساوي التي ناقص الاو ناقص البي على الكيو انسى بقى الملح هتسيبه كده فين؟ ومش كده في الكلام ده؟ طيب يبقى هنطلع من هنا كام تي؟ 4 تي، انا هطلع تي واحدة يبقى تي واحد داش بيساوي التي بكام؟ 0.025 ناقص الكيو الاو بكام؟ 10 ناقص 74 على 860 هتساوي كام؟ هنطلع كده تي داش نمبر يديني كل واحدة ثلاثة
الساوث والثانيه من الساوث بوكس. اول واحده بالنسبه لي من النورث ساوث والثانيه من الساوث بوكس. احنا واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين تمام. بعد كده بديني مين؟ بديني هنا الطاير. الطاير دي بتقسم لحاجتين تمام؟ مديهول نيترالين ودليت. قول لنا كده نيترالين اثنين ونص اثنين واثنين واحد وتسعة اثنين واثنين واحد وثمانية اثنين واحد ستة من عشرة ثمانية من عشرة ثلاثة من عشرة ونص أربعة من عشرة ستة. وبعد كده بدي البيجن يمين وبديني او وبديني البي تمام؟ في مشكلة في الكلام ده؟ اثنين واربعين خمسة واربعين سبعة واربعين أربعة واربعين ثمانية واربعين واحد واربعين صفر اثنين 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 واحد صفر صفر واحد صفر واحد صفر. طب كده يا شباب عايز اطلع مين يا شباب زي ما اتفقنا؟ عايز اطلع الفلو افريج اطلع البي افريج صح كده؟ لا كده كده انا بشرح على الكلام ده بشرح على متوسط يعني هعمل ايه؟ حاجه واحده تجيب كده زي ما هو بس انا اطلع هنا مين؟ التير انا كافريج هطلع رقم واحد فور نورث ساوث ونيجي هنا كده نقول الساوث نورث. بالنسبة للنورث ساوث هطلع التي رانم ها مش بس تي رانم هسمع مين؟ هسمع التي هو اسمه ايه؟ نورث يبقى تي اس يبقى هنا التي اس بتساوي تساوي كام؟ الافريج هيساوي 2.5 زائد 2.2 زائد 1.9 على 3 هيساوي كام؟ 2.2 تقريبا يطلع بتساوي 2.2 تمام. طبعا التاب بتاعك بالمين تبقى تساوي 2.2 من طب الديليز جمع 4 من 0 زائد 4 من 10 زائد 5 من 10 على 3 تساوي كام يا شباب؟ طب ال 10 مين؟ في مشكله في الكلام ده؟ يبقى انا المفروض اعمل ايه؟ لما بقى تيجي في الحاله دي هنشيل كل الكلام ده ونعمل تيبل جديد يعني هعمل تيبل جديد هشيل الجزء ده وحط المكان ده يا شباب هقول هنا تي اس بتساوي 2.2 وهنا ديلي بتساوي 3.10 هطلع بقى هنا ان تي اس ويز ديلي بتساوي كام؟ بالظبط 2.2 زائد 3.10 ده بيساوي 2.5 بالمثل هنعمل الكلام ده في مين؟ في الساوث نورث. بالمثل هنعمل الكلام ده في الساوث نورث هيطلع لك منه